يسعد اوقاتكم، كل خير. راح اعمل معكم الكتف في طنجرة الضغط. هون عندي الكتف مع شوي من الريش الضلوع. راح اخليه زي ما هو. راح اخذ سكين واعمل فيه هيك شوي. هذا الشيء راح يكسر جهد اللحم وطعم اللحم القوي. ما راح اعمله من فوق، اعمل بس من هون. حط فيه حبات من الثوم. تلوح سين اكبر، نقسمها على اثنين. انا ما بدي هيك من هون شكله يعني. سبحان الله، الثوم بيكسر القوة الموجودة في اللحم. وعندي ملح وفلفل اسود فقط. هذه هي البهارات اللي راح اعملها. راح احطه في طنجرة الضغط واحط معه مكعبات من الزبدة واكليل الجبل. يعني راح يجي ان شاء الله كأنه مطبوخ على البخار بدون ولا نقطة مي. حسب اللحم اللي عندكم تسكروا عليه من 45 دقيقة لساعة، وممكن يوصل لساعة وربع يعني حسب اللحم عندكم. بس اللحم بس ينحط في الطنجرة راح يكش. وهذا عندي هون إكليل الجبل، كمان مع الطبخ راح يعطي نكهة. طنجرة الضغط راح احط مكعبات من الزبدة. انا عملت 3 مكعبات وراح احط الجزر، بيعطي كمان بيعطي نكهة يعني. وراح احط على بركة الله راح احاول اني ادخلها على قد ما اقدر. هو بالنهاية راح يكش. اضطريت هون راح احاول اشيل هذا المكان. هو صعب لكن راح احاول على قد ما اقدر اني اشيله. ما عنديش، احنا كنقولوا المقدة في المغرب، كنسميها المقدة. وهذه هو الراس اللي ما احب انه يدخل الي بالضغط. هون غيرت السكينة بواحد أكبر، تذكرت إنه موجود عندي. وهي أنا قربت. هيك بكون شلتها. وهيك عشان تدخل طنجرة الضغط شلنا هذه القطعة. هي داخلة لفوق يعني، بصراحة ما عمري وصلت الأشياء لهون، بس إن شاء الله إنها تزبط يعني. لو عكست المهم دخلت شوي هيك هيك. راح سكر عليها هيك بدون ولا نقطة مي إن شاء الله. كل شوي راح أضلني أهز الطنجرة مدة 45 دقيقة. راح أفتح عليها وبعدين بشوفها إذا استوت. هون اللحم عندي بعد مرور 45 دقيقة ما شاء الله استوى، بس أنا لسه بدي أسكر عليه كمان 15 دقيقة. شوفوا هذا الزيت أخذته شوي من الطنجرة، اللون هذاك المكرمل بسبب الزبدة. وراح أطبخ فيه الرز. شوفوا ما شاء الله بدون ولا نقطة مي. شوفوا هو اللي نزل الزيوت تبعه، شفتوها في قاع الطنجرة شايفين ما شاء الله. والريحة جميلة بسبب إكليل الجبل والجزر والثوم. زي ما قلت بيكسر جهد اللحم، بيجي عندكم اللحم كأنه على البخار. نزلت بهارات صحيحة.
ما شاء الله استوى. شوفوا اللحم بتفسخ بتفسخ عن العظم وبيعلق ورائع. راح ادخله شوي على الفرن انا يتحمر. شوفوا معي الطنجرة، هاي الكرملة الاولى اللي بتكون تبع الزبدة. بس شايفين هذا الزيت، هذا الزيت ممكن تحتفظوا فيه وتطبخوا بيه الرز، لانه من دهن اللحم وبس والزبدة. هون هذا الدهن اللي طلعت من اللحم مع شوية زعفران حطيت، طبعا اذا مو موجود عادي. راح ادخله شوي على الفرن ياخذ لون. شوفوا الرز كيف بيتفلفل ما شاء الله بدون بهارات. شوية الدهن مع شوية ملح أو حطوا مكعب ماجي، بهارات صحيحة وبس. هاي هي حالات الرز حبة حبة. شوفوا كل الزيت اللي نزلوا كمان هذا الدهن تبعه. احط شوية زبيب. ان شاء الله.